3, 2, 1. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أسامي ديجيتال. اليوم باش نشوفوا واش معناها كاش باك. قبل ما تعدي ما تنساش تعمل ابوني ولايك للفيديو باش تموتيفينا أكثر نصنع وأكثر كونتوني عاونك زادة. مرحبا بكم في إكسبيرت يونيتي سبيسياليزي في ماركتينغ ديجيتال بزنس أون لاين. اليوم باش نشوفوا مفهوم كاش باك. الكاش باك هو كونسيبت ماركتينغ يخليك تربح فلوس على ليزاشا اللي تعملها. كما par exemple في الافيلياسيون كي تنشر برودوي معين عند بورسونتاج دو ريدوكسيون اللي تنجم ترجع لك سو فورما دي بوان ولا ريدوكسيون على الاشا في برودوي اكس. دونك هي تكنيك ماركتينغ يستعملوها بور موتيفي اكثر. ما تعملهاش الماركة على السيت نتاعها باش نكونوا واضحين. الكاش باك ما يصيرش على السيت دو مارك، يصير على دي سيت تاع دي بارتنير ولا دي سيت تاع افيلياسيون على خاطر ينجم يضر المارك في الكا هذايا. دونك ديما كي تجيب تشري حاجه تنجم تلقاها موجوده على دي سيت دو كاش باك اللي تنجم سوا تربح فلوس سوا تربح دي بوان اون باراليل مع الاشا نتاعك. كان عندك دوطخ كيستيون ابروبو الماركتينغ ديجيتال و البيزنس اون لين خليهم لنا في الفيديو نجاوبوك عليهم تخي بروشينمون. بارتاج الفيديو عندو ماكسيموم مع اصحابك. نتلقاو في فيديو جديد من اسامي ديجيتال. باي باي.